الجهات بالنسبة للبرلمان بالنسبة للحكومة وبالنسبة كذلك للمجتمع. اليوم بعد ما يعني ذكرنا بالمهام ديالنا يعني كبرلمان من حيث التشريع اللي خصنا نقوموا به بكل مسؤولية والتجرد، وأنه بعيد انتخابات هذه السنة بعد انتخابات خصنا نقوموا بالدور ديالنا في تجويد النصوص، توقف عمليا عند مساهمة القطاع الخاص في التنمية، وخاصة بالذكر الأبناك. الأبناك خاصها بالذكر لأنها صحيح أنها كتحقق أرباح مهمة سنويا، وكذلك تساهم بطريقة غير مباشرة في الاستثمار، ولكن المساهمة ديالها في التشغيل والمساهمة ديالها في ودعم المقاولة الصغيرة والمتوسطة، يعني الشروط التي تضعها هي شروط مجحفة وشروط التي تضمن فقط الضمانة والربح بالنسبة إليها. اليوم هذا الخطاب سيكون يعني بعده عمل سنقوم به كبرلمان خاصة في قانون المالية، وبحيث أنه إذا كان من الضروري، إحنا كنا كنناقشوا دائما المساهمة من ديال الأبناك والتأمينات من خلال المساهمة ديالهم يعني عن طريق الضريبة للشركات، ولكن اليوم لا بد أن نقف عند مساهمتهم في التنمية بصفة عامة وفي الاستثمار وفي التشغيل.